أهلا بكم في قناتنا English for Arabs. If you don't speak Arabic, please join us on channel 2. The link will be in the video description. ليه عملنا القناة؟ طلبة كتيرة جدا بتعاني في تعلم اللغة الإنجليزية، بقعدوا يدرسوا أكتر من 12 سنة، وفي الآخر لو اتفرجوا على فيلم أمريكي بعد ما عدوا المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، للأسف الشديد مش بيبقوا فاهمين أي حاجة، لا في مهارة listening، لا يعرفوا يستمعوا، ولا speaking، ولا يتكلموا، ولا حتى يكتبوا. ما قدرش الواحد فيهم يكتب مقالة صفحة ونص أو صفحتين بعد 12 سنة دراسة اللغة الإنجليزية. والأصعب كمان بعد ما خلصوا الثانوية العامة، في طلاب كتيرة جدا بيسقطوا بسبب إن المواد باللغة الإنجليزية، يعني الدراسة في الجامعة وفي الكليات باللغة الإنجليزية، فيحصل زي دروب كبير كده، فالطالب بيسقط لأنه ما تعودش إن هو يدرس بالإنجليش، بتلاقي ان المدرس او الدكتور بيكون بيتكلم بامريكان اكسنت، بلهجه امريكيه او بريطانيه، فيبقى مش فاهم. علشان كده عملنا القناه. في قناتنا English for Arabs هنستخدم سلسله interchange. How? By using interchange series. Interchange entry 1 2 and 3. سلسله interchange هي سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية، والكتاب ده كان واخد كتاب رقم واحد على مستوى العالم في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة تانية. سلسلة جميلة جدا، مبسطة، سلسة جدا في التعامل، عبارة عن أربع كتب. Fourth edition of Interchange, the most widely used and the most successful English course in the world, incorporating video, audio, and even online resources, all with the click of a mouse. Let us show you how Presentation Plus can help you deliver more engaging and effective lessons. Visit the link below or contact your Cambridge University Press representative for a demonstration today. ازاي اللي انا احدد مستواي؟ عشان ابدا ادرس في القناه لازم اعمل امتحان تحديد مستوى، placement test. You can do the placement test on the internet. هتعمل امتحان placement test على الانترنت. في عندنا اكتر من موقع يقدر يعمل لك الامتحان مجانا. نخلي بالنا ان القناة مجانا، التعليم عندنا مجانا، ان انت تقدر تحمل اي فيديو وتتعلم اللغة الانجليزية مجانا، مجرد بس انت تروح تجيب الكتب من اي مكتبة، وممكن انت تستخدم السوفت وير، والسوفت وير موجود على الانترنت. في نسخ كتيرة جدا، ممكن انت تحمل السوفت وير الاول وتشوف الكتاب، لو عجبك الكتاب اي مكتبة جنبيك ممكن تروح تشتري منها السلسلة بتاعت انترتشينج. هتعمل امتحان تحديد مستوى على الانترنت. في عندنا اكتر من موقع، لكن طبعا ادي الموقع الاولاني اللي هو examenglish.com، والموقع التاني الكابلن، kaplaninternational.com. kaplaninternational.com free English test، امتحان اللغة الإنجليزية مجانا، وده كمان بيتميز ان فيه listening وفي grammar وفي كمان passage، وبيحدد المستوى بطريقة كويسة جدا. بعد ما تمتحن في كابلن انت بتسجل الايميل بتاعك وبياناتك، first name و last name اللي هو اسمك واسم العيلة، وبعد كده بيجيلك ايميل على البريد الالكتروني بتاعك بالنتيجة. Free English test Kaplan. اهو الامتحان الاكزام دوت اهو بالطريقة ديت. Start free English test. ومجرد ما ادوس على start ابدأ الامتحان تحديد المستوى، هملى بس البيانات ديت، هكتب الاسم اي اسم زي مثلا احمد، اللاست نيم، الكنتري الدولة، والايميل ادرس، وبعد كده بدوس سبميت بيبدأ الاجزام على طول. يعني مفيش اي اجراءات تانية، هتكتب هنا مثلا فيرست نيم اهو احمد، لاست نيم
أحمد برضو. country Egypt. ممكن نحط أي بيانات country Egypt. email address وأبدأ أن أنا أكتب الإيميل بتاعي ودوس submit. عندنا المنهج متقسم لأربع كتب متقسمين ل level beginner. هتلاقي اللون طبعا اللون الاصفر ده كتاب الانترتشينج انترو، الاحمر انترتشينج 1، الكتاب الازرق انترتشينج 2، الكتاب الاخضر انترتشينج 3 بنفس لون الكتاب. المستوى بيبقى بيجينر، عندنا هيبقى في بيجينر 1 بيبقى في انترتشينج انترو هتضمن يونتس 1 2 3 4 and 5. بعد كده ليفل 1 ليفل 2 اهم بيبقى يونتس 6 7 from 6 to 10 level 1 level 2 from 11 to 16. كل كتاب فيه 16 وحده، عشان كده بنقسم الكتاب الاولاني على 3 مستويات. الكتاب الثاني هيبقى من level 3 level 6 مقسمنا على 4 مستويات، وهو اساسا هيكون كل مستوى عباره عن 4 وحدات. لو انترتشينج 1 يبقى elementary، المرحله تبقى elementary 1 2 3 4. لما اجي اعمل امتحان تحديد المستوى تطلع النتيجه دايما بالمرحله، مثلا اقول لك بيجنر او اليمنتري بري انترميديت انترميديت. بناء على النتيجه دي هستخدم انهي كتاب في الاربعه. البري انترميديت ليفل 7 8 9 هيكون يونتس بري انترميديت 1 انترميديت 1 اللي هو ليفل 7 فروم 1 تو 5، ليفل 8 فروم 6 تو 10، ليفل 9 يبقى يونتس الوحدات من 11 ل 16 from units 11 to 16. اما بالنسبة للانترميديت ده الكتاب الاخضر عندنا ليفل 10 11 12. نفس الموضوع متقسم على 3 مستويات. الاربع كتب مع بعض بيعملوا 12 مستوى. المرحلة ديت بعدها المفروض ان الطالب يقدر يستعد لامتحان التافل او الايلتس وياخد كورس اعداد للتافل والايلتس اللي بنسموه التويفل والايلتس. وبكده بيبقى الطالب مستعد. ممكن نخلص السلسله دي في قد ايه؟ نقدر نتعلم اللغه الانجليزيه كامله في اقل من 4 شهور. الكورس بتاعنا امريكان. طب الناس اللي اتعلمته خلي بالنا ان في بعض الاحيان هيكون التعليم مختلف، يعني هتقول لك النطق مختلف. في المدارس للأسف الشديد النطق لا هو بريتش ولا أمريكان. فهنا طبعا عشان النطق بتاعنا أمريكان في عندنا محاضرات الصوتيات، وده عبارة عن سلسلة كاملة عبارة عن 6 محاضرات كورس الصوتيات بتاعنا. لو الطالب تلعب في البيجينر فإن هو المفروض يبدأ بأول حاجة ياخد المحاضرة الأولى بتاع الصوتيات ويبدأ يدرس الكتاب بتاعه. طب لو طلع في بيجينر 1 أو 2 يفضل انه ياخد المحاضرة الاولى والتانية اللي فيها طريقة نطق حرف حرف اللغة الانجليزية او حرفين مع بعض. لو هو elementary، لو هو في المرحلة دي بتاعت elementary، في الحالة دي في ان الطالب هياخد المحاضرة الاولى والتانية والتالتة اللي فيها الستريس. لو الطالب وصل المستوى السادس يقدر ان هو ياخد الكورس كله لو عدى اكتر من المستوى السادس، يعني سادس سابع تامن تاسع لغاية الاتناشر، او طلع pre-intermediate أو intermediate، يبدأ أول حاجة بكورس الصوتيات عشان يعرف طريقة النطق الصح، وبعد كده يبدأ يدرس في كتاب الانترتشينج عشان هو بيسمع. هتلاقي مثلا كلمة زي كلمة water water ورا water. ليه التي بقت soft دي؟ ليه الار بقت دبل ار؟ هنا نطقة الار ليه 2 ار؟ وليه نطقة التي بقت دي خفيفة أو دي سريعة؟ فهتلاقي كل المعلومات دي في كورس الصوتيات بتاعنا. بعد لما جه نتيجة اختبار تحديد المستوى هبدأ بقى اللي انا اذاكر في القناة. هبدأ اول حاجة طبعا بكورس الصوتيات. عشان ابدأ اذاكر ابدأ من الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية هيكون فيها اول حاجة الانترو فيديو، الفيديو التعريفي بالقناة بالاضافة الى كل الفيديوهات مرتبة في صورة قوائم، قوائم التشغيل. هبدأ أول حاجة بكورس الصوتيات اللي هو الكورس الأولاني، دي القائمة بتاعته. هبدأ أول حاجة بكورس الصوتيات، أهي القائمة بتاعته.
طبعا لو انا المستوى الاول او مستوى بيجينر المبتدئين، فالمفروض ان انا هعمل ايه؟ انا هبدأ اخد الحلقة الاولى من كورس الصوتيات، لان ازاي اعرف اقرأ حرف حرف في اللغة الانجليزية. الكورسات مرتبة في قوائم التشغيل بالصفحة الرئيسية زي ما احنا شايفين اهوت. اول حاجة البيجينر اللي هو الانترو، ده كتاب الانترتشينج انترو، الكتاب الاصفر. بعد كده الكتاب الاحمر، الكتاب الازرق انترتشينج 2 وانترتشينج 3. بعد الاربع قوائم دول عندي بقى الورك بوك، اجابة الورك بوك لي اهو لكل الكتب للسلسلة كلها. ديت قائمة التشغيل English Writing Playlist للتدريب على مهارات الكتابة. وهنا دوت كتاب مصطلحات الأمريكية، ده بستخدمه بعد Interchange 3. وفي الآخر الطافل أو الآيلتس. طب ازاي بقى ابدا ان انا اذاكر وحده وحده؟ سهل خالص الموضوع، اخش على الوحده الاولى اهو. هتلاقي الوحده متقسمه لجزئين، ادي الوحده الاولى. الجزء الاولاني هتلاقي هنا كميه الكلمات الموجوده في الوحده، هبدا احفظ الكلمات ديت بالانجلش طبعا، لكن عشان احنا في المبتدأ في مستوى المبتدئين هتكون الترجمة بالعربي الاول 10 وحدات، لكن بعد كده المفروض ان انا احفظ الكلمة ومعناها بالانجلش. طب الكلمات دي والملف ده هيكون موجود فين؟ الموجود بالانجليزي والترجمة بالعربي اهو، موجود تحت كل فيديو الروابط اللي انا بحتاجها، يعني تحميل كتب المعاني والكلمات الخاصة بسلسلة انترتشينج على جوجل درايف. خش على جوجل درايف اقدر ان انا احمل الكتاب اهو، كتاب الاصفر ومعاني الكلمات بتاعته. اهم حاجة ان انا احفظ الكلمات الاول قبل ما يبدأ الشرح، يعني انا ذاكر اول حاجة اقسم الوحدة لتلات اجزاء. الفيديو اللي هو 55 دقيقة اهو، فيديو كبير شوية، يبقى انا اول جزء اعمل ايه؟ اعرف الكلمات واعرف انطقها ازاي واحفظ معناها بالعربي هنا، ولو في معنى بالانجلش احفظ. وقف عند الجزء ده، بعد لما احفظ الكلمات وذاكرها كويس ابدأ ان انا اسمع للجزء الاولاني من الوحدة اهو. خلصت الوحدة، خلصت اول فيديو في الوحدة اهو، هتلاقي الدرس الموجود بتاع الجرامر الموجود في الوحدة مشروح مع مستر كايل ريلفسون المدرس الامريكي. وبعد كده ابدأ اخش تاني على النص التاني للوحدة اهو للكتاب ومشروح برضو الجرامر لمستر كايل ريلفسون الامريكي اهو، 10 دقايق، اللي هو ضمائر الفاعل وفيرب تو بي وفعل يكون. طيب انا كده خلصت الوحده، مفروض ورا كل نص وحده هيكون في ورك بوك اللي انا جاوب على 3 صفحات من الكتاب من الورك بوك، واشوف الاجوبه تبقى موجوده طبعا هنا اهو. بعد لما اخلص انا اجاوب على الاسئله بنفسي، ابدا ان انا اشوف الاجوبه بتاعتي صح ولا غلط. بعد كده هتلاقي في حلقه فيديو للوحده اهو English Films، بتبقى موجوده عاملاها جامعه كامبريدج. طبعا في الحلقه ديت بيبقى فيديو تعليمي ورا كل وحده عشان اعرف ازاي اللي انا استخدم الكلمات والجرامر وكل حاجة في الحياة العملية. يعني لو الفيديو هنا عن التعريف باسم الشخص الفيرست نيم واللاست نيم، فهكون اهو موجود
والسبتايتلز تبقى موجودة باللغة الإنجليزية. ورا كل يونت هيكون في نفس النظام ده. ازاي بقى نحصل على الكتاب او نجيب الكتاب منين؟ الطبعة دي هي الطبعة الرابعة لسلسلة الانترتشينج، الطبعة الرابعة اهو فورث اديشن، الطبعة الرابعة مش التالتة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في القناة. هيبقى يكون في رابط موجود تحت الفيديو، تحت كل فيديو تعريف للقناة اهوت، كيف يمكنك شراء الكتب من اقرب مكتبة لمنزلك. طبعا سلسلة الانترتشينج مشهورة جدا على مستوى العالم كله، دخلت على الرابط او كاتب اسم الدولة اللي انا فيها، هنشوف دولة مصر اهو مصر، في مصر هبدأ ادور على الموزع وكيل جامعة كامبريدج اللي هو وكيل دار النشر، موجود هنا في القاهرة اللي هو نهضة دار مصر للخدمات التعليمية. ادي العنوان وادي رقم التليفون، هتصل برقم التليفون هيجيب لي اقرب مكتبة موجودة في الدولة اللي انا فيها، يعني في مصر. شوف كده مثال تاني، السعودية هندور كده على السعودية اهو، دخلت على السعودية اهو، في اكتر من وكيل في مكة في الرياض، موزع ومكتبات لبيع الكتب. طبعا المكتبة الأكاديمية دول الموزعين الأساسيين، بتصل برقم التليفون بالجوال أو بالموبايل بيديني أقرب مكتبة هو بيوزع فيها للمدينة اللي أنت عايش فيها، سواء كنت في مكة أو في الرياض في الدمام في اي حتة. في كتاب المعاني ان احنا بنيجي ناخد اليونت بتاعتنا هنقسمها على مرتين على حلقتين، في كل حلقة 3 صفحات المفروض بندرسهم، هيكون في كلمات باللغة الإنجليزية ومعانيها باللغة العربية، يبقى المعنى الكلمات بالإنجليش والمعنى بالإنجليش وبعد كده الترجمة بالعربي. الطالب عليه ان هو يذاكر بالإنجليش ما يذاكرش بالعربي، يحفظ الكلمات بالإنجليش بس. فالمفروض ان الطالب يحفظ الكلمة بالإنجليش ويحط الكلمة في جملة وما يستخدمش اللغة العربية خالص، لان اللغة العربية نستخدم كلغة عربية في التدريس، لغة أجنبية تانية الطريقة دي ملغية قلنا في أوروبا وفي علم التربية والحديث بقى لها اكتر من 200 سنة. المفروض ان ندرس الانجليش بالانجليش، الفرنش بالفرنش، اللغة الايطالية بالايطالي، علشان اقدر ان انا اتعلم صح. هيكون في لكل في الفيديو برضو الجرامر هيكون معمول بالباوربوينت، وهتكون في وسائل مساعدة هتكون في عبارة عن مجموعة صور تقدر برضو تساعدني في التعليم. في عندنا الويب سايت ده دوت بتاع الانترتشينج www.cambridge.org interchange arcade. الانترتشينج اركيد هيديني اكسرسايزز كتير جدا ورا كل يونت، مجرد ما اخلص الوحده ممكن اعمل هنا اي اكسرسايز وكمان هيصححه لي. مع الكتاب البوك في ورك بوك ليها اساسا وحده كامله، ليها الورك بوك 6 صفحات. طب انا هاخد نص وحده، يبقى انا في الحاله دي هحل 3 صفحات في الورك بوك. Final good luck. Wish you all good luck. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا جدا من القناة بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله على قد ما تقدروا تعملوا share and subscribe. وعشان تعم الفايدة
يا ريت لو الطالب ياخد اليو ار ال بتاع القناه ويبعته على الفيسبوك لكل زمايله، لان التعليم عندنا مجانا. I wish you all good luck. Thanks God. Share videos. It's a community. We're all doing this together.